بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة مع ليكونومي لورغانيزاسيون دو لونتربريز، لازلنا مع استراتيجي اي كروسونس. نصل الآن إلى ميز ان سيتياسيون نيميرو 2 دوكيمون نيميرو 3 ديفينيسيون دو لا استراتيجي. طبعا رأينا فيما سبق كيسكون استراتيجي، ما معنى استراتيجي؟ طبعا راينا هذا التعريف الاستراتيجي اي لونسومبل دي كيستيون كي كونسير لو استراتيج اي غير ديالك. الان سنرى بعض التعريفات لبعض الكتاب. كما عندنا هنا سيرتان اوتور كوم شاندلر روتيان ان ديفينيسيون لارج دو لا استراتيجي انكلويون لو شوا دي فان اي دي مويان اون ديفينيسيون لا استراتيجي كوم لا ديفينيسيون دي بوت اي اوبجيكتيف ا لون تيرم d'une entreprise et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. Tout le monde a un autre auteur, M. Porter, restreint le sens en parlant de stratégie concurrentielle définie comme la recherche d'une position concurrentielle favorable dans une industrie, le chemin de cet avantage concurrentiel. Certains auteurs, comme Chandler, retiennent une définition large de la stratégie incluant le choix des fins et des moyens en définissant la stratégie comme la détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. Certains auteurs, comme Chandler, Chandler retiennent une définition large. تعريفا عريضا كما عندنا هنا دو لا استراتيجي انكليون لو شوا دي فان اي دي مويان. هاد الكتاب مثل شاندلر كما عندنا هنا اوتيان اون ديفينيسيون لارج دو لا استراتيجي، انهم اخذوا تعريفا واسعا للاستراتيجيه انكليون متضمنا. طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب، سي لو فيرب انكلور، سي لو فيرب انكلور يحتوي. اذا نتكلم عن هذه الاستراتيجيه انها تحتوي على ماذا؟ لو شوا دي فان، تحتوي على اختيار النهايات. المقصود هنا الأهداف، لأن الأهداف تكون في النهاية، تكون عندنا أهداف نريد الوصول إليها، كأنها شيء الموضوع في النهاية، وكأننا نسير نحو هذا الهدف الذي هو في النهاية. إذا وصلنا لهذه النهاية فنحن قد حققنا الهدف. إذا هنا شاندلر روتيان اون ديفينيسيون لارج، شاندلر يأخذ une définition large، يأخذ تعريفا واسعا أو عريضا de la stratégie، لهذه استراتيجية. إذا هو تعرف استراتيجية بواحد التعريف واسع تدخل فيه بزاف الحوايج، بحالاش انكليون لو شوا دي فان، تدخل فيه الاختيار ديال النهايات اي دي مويان، ثم اختيار ديال الوسائل. إذا حنا غيكون عندنا واحد الأهداف باغي نوصلو ليها، ولكن بزاف الناس تتكون عندهم اهداف باغيين يوصلوا ليها، ولكن اشنو اللي تيخليهم يختلفوا؟ هو لي مويان، هما الوسائل. واش عندك انت الوسائل المهمه او الضروريه باش توصل داك الهدف اللي حددتي ولا لا؟ اون ديفينيسيون، اذا هنا شاندلر انه تعرف لنا الاستراتيجي بهذا الشكل الذي ذكرنا، تدخل فيه لي فان، تدخل فيه لي مويان، الوسائل. اون ديفينيسيون معرفا الاستراتيجي كوم، معرفا استراتيجية مثل لا ديتيرميناسيون دي بيت. لا استراتيجي كما يقولون بان لا ديتيرميناسيون دي بيت انك تحدد الاهداف اي اوبجيكتيف، طبعا هي نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء تقريبا، الون تيرم على المدى الطويل، على المدى الطويل. بلا مرة تنتكلموا ايضا على اكور تيرم، تنتكلموا على المدى القصير، واحيانا نتكلم عن اموان تيرم على المدى المتوسط. اذا هنا عندنا الانتر، اذا هو تحديد الاهداف على المدى الطويل، تنتكلموا هنا على 15 عام 20 عام فما فوق. دون اونتربريز، اذا نتكلم هنا عن تحديد الاهداف على المدى الطويل لمقاوله. اي لو شوا دي زاكسيون، ثم تحديد الافعال. اذا طبعا حنا حددنا على 30 عام باغي نوصلوا لواحد الهدف بهاد الشركه اللي يلا خلقناها، الحمد لله. ولكن حنا اللي حددنا هاد الاهداف، واش غنبقاو نشوفو في الشركه ونبقاو نتفرجو ونقول بان غتوصل 30 عام مثلا او 20 عام، ثم نقول بانه بعد 20 عام
بعد 15 عام، بعد 10 سنين باننا غنوصلوا لهذا الهدف؟ لا، خاصنا نحددوا ايضا لي زاكسيون اي لو شوا دي زاكسيون، ثم نحدد الافعال، نحدد الافعال التي سنقوم بها. اي دو لا لوكاسيون، ثم لا لوكاسيون. لا لوكاسيون المقصود بها تخصيص، انك تخصص. طبعا تاتي من فعل الوي، الوي يعني انك تخصص، الوي يعني انك تمول، انك تخصص. اي دو لا لوكاسيون دي ريسورس نيسيسير، ثم تخصيص دي ريسورس. اذا تخصيص مصادر، مصادر ماليه، مصادر عينيه مثلا، نيسيسير ضروريه بوغ لي زاتاندر، لوصولها، للوصول اليها. المقصود هنا لتحقيقها. اذا عندنا واحد المجموعه ديال الاهداف باش نحققوها، ضروري اننا نحدو لي زاكسيون، نحدو الافعال، ثم لالوكاسيون دي ريسورس، ثم تخصيص المصادر نيسيسير ضروريه بوغ لي زاتاندر، لوصولها، لكي نصل الى هاد الاهداف. ثم عندنا شخص اخر طبعا انه يعرف هاد الاستراتيجي بشيء محدد. اذا مسيو بورتر كما نلاحظ هنا غيستخان، طبعا هنا تنتكلم على الفيرب غيستخاندر، يعني انك تضيق واحد الشيء. غيستخاندر انك كما نقول انك تصغر، انك تضيق الخناق ان صح التعبير. غيستخالو سونس، اذا هنا انه تضيق المعنى. اون بارلون دو استراتيجي، بالكلام دو استراتيجي، اون بارلون دو استراتيجي، بالكلام عن استراتيجيه كونكيرونسيال، اذا متكلما هنا عن استراتيجيه التنافسيه، او نتكلم احيانا عن لا كونكيرونس، لا كونكيرونس يعني المنافسه. اذا هنا نتكلم عن اون بارلون دو استراتيجي كونكيرونسيال، بالكلام عن استراتيجيه التنافسيه. ديفينيكون، ديفينيكون المعرف مثل، يعرفه كالتالي بمعنى اخر. لا ريشيرش دون بوزيسيون، مسيو بورتر يقول لنا بان لا استراتيجي، استراتيجي كونكيرونسيال سي، اذا استراتيجيه التنافسيه هي لا ريشيرش دون بوزيسيون كونكيرونسيال فافورابل دون زون اندستري. اذا اولا تعرف بان هي لا ريشيرش دون بوزيسيون كونكيرونسيال، نتكلم عن البحث عن وضعيه تنافسيه فافورابل، كما نقول انها كافيه او انها مريحه. دون زون اندستري، فواحد المجال ديال التصنيع، فواحد المجال ديال التصنيع. اذا هنا الشركه تبحث على واحد المكانه تنافسيه من بين مجموعه ديال الشركات، ولكن نتحدث هنا عن دون زون اندستري، فواحد التصنيع، فواحد الاعمال الصناعيه. ثم يتكلم عن بانها هي لو شومان دو سيت افونتاج كونكيرونسيال، يقول عنها ايضا بان لو شومان دو سيت افونتاج كونكيرونسيال، اذا هي الطريق نحو هاد لافونتاج، نحو هاد الامتياز كونكيرونسيال التنافسي. طبعا نتكلم هنا عن الامتياز التنافسي، نتكلم هنا عن المكانه التي تريد الوصول لها هاد المقاوله. اذا سيغتان اوتور كوم شاندلر روتيان اون ديفينيسيون لارج دو لا استراتيجي انكليون لو شوا دي فان اي دي مويان اون ديفينيسيون لا استراتيجي كوم لا ديتيرميناسيون دي بيت اي اوبجيكتيف ا لون تيرم دون انتربريز et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. Monsieur Porter restera le sens en parlant de stratégie concurrentielle, définie comme la recherche d'une position concurrentielle favorable dans une industrie, le chemin de cet avantage concurrentiel. Et donc, طبعا كما تلاحظوا بان عندنا هنا جوج تعريفات، يعني كما نقول انهم متقابلين. عندنا مسيو شاندلر انه تعرف لنا هاد الاستراتيجي بأن هي تحديد الأهداف، هي تحديد الأهداف ثم تحديد الوسائل للوصول إلى هاد الهدف. ثم عندنا مسيو بورتر تتحدث هنا بالخصوص على لا استراتيجي كونكيرونسيال، تتحدث على الاستراتيجية التنافسية، ثم يقول عنها بأن هي البحث عن الوضعية كما نقول مريحة بين الأعمال الصناعية، فواحد الصناعة. ثم يركز على الطريق نحو هاد الامتياز التنافسي، لو شومان دو سيت افونتاج كونكيرونسيال. اذا عندنا هنا ترافاي افير، عمل للانجاز. هنا تخوا كيسيون كوم نو لي فويون. هنا بخوميييرمون دون كيل ميزور لا استراتيجي ايت امبورطونت بور لونتربريز، دون كيل ميزور لا استراتيجي ايت امبورطونت، لا استراتيجي
est importante pour l'entreprise. إذا بأي معيار؟ كما نقول هنا بأي معيار؟ La mesure يعني القياس. Donc quelle mesure؟ بأي معيار؟ La stratégie est importante. إذا استراتيجية أنها مهمة pour l'entreprise للشركة. ثم عندنا la deuxième question. À quel niveau hiérarchique sont prises les décisions stratégiques au sein de l'entreprise? في أي مستوى ترتيبي أو تدريجي تدرجي تنتكلموا على الشركة تكون فيها درجات، تنتكلموا على المرتبة الأولى تكون فيها مثلا المدير، المرتبة الثانية يكون فيها نائب المدير أو نواب المدير، المرتبة الثالثة مثلا يكون فيها المسيرون، المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة حتى نصل إلى العمال. إذا نتكلم عن مجموعة من الرتب في الشركة. إذا هذا الرتب نتكلم عن نيفو هيراشيك. إذا أكل نيفو هيراشيك. إذا في أي مستوى ترتيبي سون بريز لي ديسيزيون أن تؤخذ القرارات استراتيجيك استراتيجية أو سان دو لونتربريز داخل الشركة. إذا داخل الشركة أو داخل المقاولة في أي مستوى تؤخذ هذه القرارات؟ هل تؤخذ على مستوى المدير أو على مستوى مثلا التقنيين أو على مستوى المسيرين أو على مستوى مثلا العمال إلى غير ذلك. ثم هنا لا تخوزيم كيسيون دوني اون ديفينيسيون سانتيتيك دو لا نوسيون دو لا ستراتيجي. دوني اون ديفينيسيون سانتيتيك دو لا نوسيون دو لا ستراتيجي. المطلوب إعطاء تعريف كما نقول سانتيتيك أنه مختصر دو لا نوسيون دو لا ستراتيجي لمفهوم الاستراتيجية. نو برونون تو دابور لا بخومييغ كيسيون. Dans quelle mesure la stratégie est importante pour l'entreprise? بأي معيار الاستراتيجية أنها مهمة للشركة؟ شنو بغيتي خلينا نقولوا بأن الاستراتيجية مهمة للشركة؟ Dans quelle mesure la stratégie est importante pour l'entreprise? إذا طبعا نبغيو la première réponse. La stratégie est importante dans la mesure où elle engage l'entreprise à long terme et que toutes les décisions et les actions qu'elle sera amenée à prendre auront un impact vital sur son avenir et sa survie. Et la stratégie est importante dans la mesure où stratégie est importante comme on dit dans la mesure où elle engage elle engage l'entreprise à long terme et que toutes les décisions ou bien كل قرارات et les actions qu'il sera amené à prendre et que toutes les décisions et les actions qu'il sera amené à prendre وبالنظر الى كل القرارات وكل الافعال افعال ستقوم بها الشركه طبعا qu'il sera amené à prendre التي ستؤدي بها لتاخذها نتكلم هنا عن استراتيجيه انها ستؤدي بالشركه لتاخذ مجموعه من الافعال ومجموعه من القرارات. اذا هذه القرارات وهذه الافعال التي ستؤدي بها لتاخذها اورون ان امباكت سيكون عندهم تاثير فيتال. اورون ان امباكت فيتال سيكون عندهم تاثير حيوي سيغ سون افونيغ اي سا سيرفي على مستقبلها وعلى حياتها كما نقول وعلى وجودها. اذا هذا لماذا استراتيجية أنها مهمة. إذا استراتيجية مهمة بالنظر إلى أنها ستجعل المقاولة ملزمة على المدى الطويل. إذا طبعا هي ستؤدي بها لتلتزم بمجموعة أشياء لن تضيع الوقت ولا تسير بعشوائية. سيكون لها برنامج سيجعلها ترتب أعمالها بشكل مفيد باش يقود الهدف ديالها لكي تقودها بسرعة إلى الهدف المنشود. Et la stratégie est importante dans la mesure où elle engage l'entreprise à long terme et que toutes les décisions et les actions qu'elle sera amenée à prendre auront un impact vital sur son avenir et sa survie. La deuxième question, à quel niveau hiérarchique sont prises les décisions stratégiques au sein de l'entreprise? Et dans quel niveau hiérarchique sont prises les décisions stratégiques إذا عندنا هنا أو سان دو لونتربريز داخل الشركة لي ديسيزيون ستراتيجيك القرارات الاستراتيجية سون بريز أو نيفو دو لا ديريكسيون جينيرال سون بريز أو نيفو دو لا ديريكسيون جينيرال أنها تؤخذ على مستوى الإدارة العامة. إذا هذا هو المستوى الترتيبي
الذي تؤخذ فيه القرارات. ثم عندنا تخوزيام كيستيون كما راينا، دوني اون ديفينيسيون سانتيتيك دو لا نوسيون دو لا استراتيجي، اذا اعطي تعريفا مبسطا لمفهوم استراتيجيه. لا استراتيجي اي لاكت دو ديتيرميني لي بوت، اذا كما عندنا هنا لا استراتيجي اي لاكت دو ديتيرميني لي بوت اي اوبجيكتيف ا لون تيرم دو لونتربريز، دو ميتر اون بلاس لي اكسيون اي دالوي دي ريسورس نيسيسير بور لي اتيندر. إذا عندنا لا استراتيجي اي لاكت دو ديتيرميني لي بوت اي اوبجيكتيف. استراتيجية هي عملية تحديد الأهداف، طبعا لي بوت اي اوبجيكتيف مقصود به أهداف. إذا استراتيجية هي عملية أن تحدد الأهداف، أولا تحدد الأهداف تقول هذا هو الهدف اللي خصنا نوصلوا له، ولكن هنا الون تيرم، الون تيرم على المدى الطويل، طبعا تنتكلموا على واحد المدة اللي طويلة باغي نوصلوا فيها لواحد الهدف معين بهاد الشركة. الون تيرم دو لونتربريز على المدى الطويل للشركة. ثم دو ميتر اون بلاس، ثم انك تضع كما نقول في المكان، المقصود انك تضع، ثم انك غادي توضع، شنو غتوضع؟ دو ميتر اون بلاس لي زاكسيون، انك تضع الافعال، شنو غنديرو شنو غنديرو شنو غنديرو، اي دالوي، ثم انك تخصص، اي دالوي، ثم انك تخصص لي غوسورس نيسيسير بوغ لي زاتاندر. طبعا هاد الافعال اللي غتقوم بها لابد وانها ستكون مدعومة باش، لابد وانها ستكون مدعومة بأي شيء، اي دالوي لي غوسورس نيسيسير. إذن عليك أن تخصص المصادر الضرورية pour les atteindre لوصولها، لوصولها أو لتحقيقها. إذن طبعا أول حاجة غترسم الأهداف، ثانيا غتحدد أشنو اللي غيتقام، شنو اللي غيدير، غتقول لهم غنديروا هذه غنديروا هذه غنديروا هذه، ولكن هذا غيبقى غير كلام. إذن أشنو هو اللي غيدعم هذا الشيء كله؟ إدالوي لي غوسورس نيسيسير pour les atteindre، ثم أنك تخصص لي غوسورس، تخصص مصادر. نتكلم هنا بالخصوص عن الرساميل، نتكلم عن رأس المال الشركة، تنتكلم على الأموال، تنتكلم على التمويل المالي، ثم نتكلم عن التمويل العيني. ممكن أن الشخص يأتي بالسيارة والآخر يأتي بشاحنة، كل شخص ممكن أنه يأتي بشيء يدعم الشركة. ممكن أن شخص آخر عنده معرفة، شخص آخر عنده فهم، إلى غير ذلك. تجتمع الأمور وتشكل قوة الشركة، كل هذه الأمور المالية والمادية والمعنوية تدعم طبعا تطور الشركة. إذا سننهي هذه الفقرات في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.